السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة من وزارة الإسكان. مواعيد وأماكن وشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديد كاملة التشطيب، وإليكم التفاصيل. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين 2 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عام، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو الجاري. وأكد وزير الإسكان أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يعد استكمالا لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين. كما يعد تطبيقا عمليا على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقاري الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، والتي تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال التمويل العقاري في مصر. ومن جانبها قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة التسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس حتى يوم الخميس 9 سبتمبر لجميع المواطنين المتضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، علما بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الخاصة الإلكترونية للصندوق. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن طرح الإعلانين في وقت واحد يأتي استجابة لمطالب المواطنين، حيث يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري، غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر مربع في مدن ومراكز المحافظات التالية: الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، دمياط. وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 164 و310 ألف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطأ والزرقاء بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح ما بين 105 و114 متر مربع، وبسعر يتراوح ما بين 640 و900 ألف جنيه. وأوضحت أن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقا لنظام التمويل العقاري والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو، حيث سيتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدود الدخل و 15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% سنويا متناقصة. ويتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الإعلان الثاني خاص بالمواطنين من متوسط الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب 3 غرف وصالة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: بدر، حدائق العاصمة 15 مايو، حدائق أكتوبر 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة،
المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة، البداري، بور فؤاد. وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ما بين 100 إلى 120 متر مربع، ويتراوح سعر الوحدة السكنية ما بين 471 إلى 950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022، تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عام بسعر عائد 3% متناقصة سنويا. ويتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدة الوحدات السكنية. وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فيما يخص بحدود الدخل من جميع مصادر الدخل حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقا لها للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل. فبالنسبة للمواطنين من منخفض الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي الأعزب يبلغ 54 ألف جنيه، بما يعادل 4500 جنيه شهريا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه، بما يعادل 6000 جنيه شهريا. أما فيما يخص المواطنين من متوسط الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه، بما يعادل 10000 جنيه شهريا، و168 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 14 ألف جنيه شهريا. على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري المنخفض الدخل 1200 جنيه، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمتوسط الدخل 2500 جنيه. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.